دي ليلي، مؤلفة روايات وقصص رومانسية عن مغامرات واحد اسمه تشاد وحبيبته نيفين، ودايما بتكتب عن مدينة مفقودة بيكتشفها تشاد هو وحبيبته، وبيكتشفوا فيها الغامضة والمثير في الأدغال، وبيواجهوا المرتزقة والصعاب لحد ما يوصلوا في الآخر للكنز. والمنتجة بتاعتها وصاحبتها في نفس الوقت دايما كانت بتحمسها وبتخليها تكتب قصص أكتر وأكتر وتعوج لها هي القصص دي بطريقتها. ده بقى تشاد الموديل بطل أغلفة قصص ليلي، بس هو مسموش تشاد، اسمه الحقيقي ألان، بس الناس كلها تعرفه باسم تشاد عشان الروايات بتاعت ليلي مكسرة الدنيا، وهو عشان وسيم فالناس كلها عرفته. بس ليلي وألان مش على وفاق، عشان ليلي بتحس ان ألان ده شخص تافه قوي، وهم في مؤتمر عشان يروجوا للكتاب الجديد جم يتصوروا جنب بعض. ليلي ساعتها لزقت في باروكة ألان، شدتها من على راسه وقعته، وكان شكلهم يفطس من الضحك، وعشان كده قعدوا يتخانقوا مع بعض بعد المؤتمر، وزي ما تقول كده ألان هزقها وشتمها وسابها ومشي. جت بقى عصابة خطفت ليلي، والعصابة دي طلعت تبع رجل أعمال كبير قوي اسمه شانكل ابن شناكل، مهتم بالآثار قوي وبيحب يكتشف الغامضة والمثير، وقال لها تخيلي أنا لقيت إيه؟ لقيت المدينة الضائعة اللي انت بتكتبي عنها، بس محتاج مساعدتك بقى في اني الاقي الكنز. انا لقيت اول الطريق مخطوطة قديمة بلغة قديمة، وعارف انك بتعرفي تترجمي اللغة دي، فانا لازم اخدك معايا الجزيرة دي عشان تترجمي لي النصوص وتوصليني للكنز. هي طبعا كانت فاكرة يوم الكاميرا الخفية وبرنامج يومز في الادغال، بس طلع ده كله حقيقي وخطفوها فعلا وودوها الجزيرة كمان، وربطوها في الكرسي وحطوا النص قدامها عشان تفك اللغز. دخل عليها شانكل الصبح وصحاها من النوم وقالت له بص، لما قريت النص لقيته مش مكتمل، واللي ايديه تجمعه ان الملك مدفون في حتة بعيدة وفي دموع وفي حاجات غريبة كده مش مفهومة. فشانكل قال لها انت كده شكلك مطولة معانا. وكان بقى ألان شاف العصابة دي وهي بتخطفها، فقام اتصل بواحد اسمه جاك متخصص في النوع ده، انه بيعرف يجيب الديب من ديله يعني، وقدر من خلال الساعة السمارت اللي كانت لابساها ليلي انه يحدد مكانها، وكان خلاص رايح ينقذها. فقام ألان قعد يتحايل عليه وقال له خدني معاك والنبي يا سيدوني، لحسن انا زعلتها قوي وحاسس اني هموت لو حصل لها حاجه. وعشان جاك يخلص من زنه قال له ماشي هتيجي معايا، بس هتفضل قاعد في العربيه ساكت. ولما وصلوا المكان ليلي راح جاك عشان ينقذها، بس ألان ما سابهوش وبقى ماشي وراه. فجاك قال له اوعى تعور روحك يا حماده، وبقى جاك عمال بيخلص على افراد العصابه واحد ورا التاني، وألان عمال بيلف ويدور حوالين نفسه ومش عارف يهبب اي حاجة، لحد اما وصل جاك لليلي وقدر فعلا انه ينقذها. وساعتها ليلي استغربت من وسام جاك قوي وقالت له انت ازاي مز قوي كده، بقولك ايه ما تكتب عليا وعيش خدمة تحت يجليك. وبعد كده اتفاجئ بظهور ألان وملحقوش يفكوها من على الكرسي، فشلوها بالكرسي وجيوا بيها قبل ما العصابة تلحقهم. بس جاك كان مجهز نفسه وفجر في العربيات بتاعتهم عشان يأخرهم عقبال ما هم يهربوا، وقدر فعلا جاك انه ينقذها. وهو بيفكها من على الكرسي بقى قالت له طب بص تعال نلبس دبل دلوقتي وملكش دعوه باي حاجه، انا ليا خلي في الاسكانه يشوف لنا شقه في التجمع. وألان قال لهم طب ايه انا شفاف اجيب لكم ليمون. وهما بيتكلموا كده فجاه جت طلقه في وش جاك، ده شملت وشه ومخه ودمه جه في وش ألان اللي قاعد يصوت ومبقاش عارف يعمل ايه. فقام دخل ليلي بسرعه العربيه بالكرسي قعد يجي بيها من العصابه، بس كان زعلان ومتضايق قوي ان الدم دخل في بقه، فكان بيحاول يمسح الدم من على بقه. وقامت العربية لفت منه، بس سانكس جاد لحقها قبل اللحظة الأخيرة، بس ملقاش ليلي وقتيها وقعت من العربية ولقاها ميمية في الأرض، وقام فكها من على الكرسي بمبيض الضوافي بتاعته وقالت له مش عايزة أسمع حسك تاني وأنا اللي هسوق كمان. وجت تفتح باب العربية يا دوبك بس بتلمسها العربية وقعت اتدشدشت ومبقوش عارفين يعملوا ايه. ده كله بقى وصاحبتها كانت بتحاول توصل لها والبوليس ما قدرش يوصل لليلي، فقررت صاحبتها ان هي اللي هتنقذها بنفسها، وفعلا قررت انها تسافر لها. ألم بقى كان عامل حسابه في شويه سناكس كده وميه معاه لزوم يحلل اللي طالعينها، وكمان كان جايب لها جزمه بدل الكعب اللي هي لابساه، برغم انه جاب لها جزمه بكعب بايدو، بس الراجل يشكر انه فكر فيها. وقعدوا يهربوا بقى من العصابه، وكانت ليلي سايقه المخطوطه القديمه ولقيت نص منقوش على الحيطه فيه نفس الكلام اللي كان مكتوب في المخطوطه، والنقش بيقول ان الملك اتدفن في مقبرة في ينبوع الدموع الفياضة، فما بقتش فاهمة اي حاجة برضه. وهي كانت مخبية عن ألان انها سايقة المخطوطة دي، وكملوا جاي من العصابة وتسلقوا الجبل عشان يبعدوا عنهم، وبعد كده ولعوا نار وقدروا انهم يتعرفوا على بعض اكتر،
وزاد إعجاب ألان بليلي أكتر وأكتر. وليلي صحيت من النوم عشان تقدر توصل لسي الكنز، فشافها ألان وقال لها ليه سيأتي المخطوطة؟ ما كده شنكل هيفضل يجي ورانا هو وعصابته. فقامت هزقته ليلي وقالت له انت هتنسى نفسك ولا ايه يا واد انت؟ انت مجرد موديل كحيان غلبان ما يسواش شيرين. فطبعا ألان زعل منها وسابها ومشي. بس جم اتنين من العصابة وجي وراهم وكانوا بيجيبوا النار على ألان بس، لانهم محتاجين ليلي عشان هي اللي هتدلهم على الكنز. فليلي اعتذرت لألان وقالت له ما تزعلش مني، وانا اللي هحميك دلوقتي من يصاصهم عشان هما محتاجيني ومش هيقدروا يموتوني. بس ألان كان عنده خطة ذكية يقدر من خلالها يتخلصوا من الاتنين دول، ونفذوا الخطة فعلا وقدروا يتخلصوا من افراد العصابة. وبعد كده كملوا ومشي ووصلوا للمدينة، وحكى بقى ألان كل حاجة للبوليس، والبوليس قال لهم ماشي تقدروا تستريحوا النهاردة وبكرة هندبر لكم طريقة تسافروا بيها. في الليلة دي بقى قعدوا يقصوا مع بعض على أغاني شعبية لأهل الجزية، وساعتها سمعت ليلي كلمات الأغنية اللي هي نفس كلمات اللي كانت منقوشة على الجديان، وأتاي إن قبر الملك موجود جوه الكهف في حتة متضايقة خالص. فطبعا فرحت قوي، وألان كمان فرح، وعشان يبسطها قال لها أنا هساعدك إنك توصلي للكنز، وراح يأجر عربية. يرجع لأشانكل جه هو ورجالته وخطفوا ليلي، فقعد يجي وراهم بموتوسيكل خربان، وليلي قعدت تفخم فيه بقى انه ابن بايم ديلو وشجيع الشجعان ومحدش بيقف قدامه وانه مش عارف ايه، لحد ما العصابه مسكته وقعدوه جنبها. وشانكل قال لها لو ما دلتنيش على مكان الكنز هقتلك حبيب القلب بتاعك ده. ودلتهم فعلا على مكان الكنز، وكان في اخر الجزيره خالص جنب البركان، وكان لازم يخشوا كهف كده ويعدوا طريق خطر قوي، وعدوه فعلا. وبعد كده وصلوا النفق وكان لازم يعدوه، وعدوه كمان ووصلوا للقبر. وكان شانكل فرحان قوي وما صدق انه اخيرا لقى الكنز، والمساعد بتاعه فتح القبر هو وألان، بس ما لقاش كنز ولا نيلة. وأتاي ان الكنز كان القبر اللي اتدفن فيه الملك وحبيبته، واللي كان هو نفس المكان اللي بيتقابلوا فيه بعيد عن الناس كلها عشان يكونوا لوحدهم. وألان وليلي شافوا ان الموضوع رومانسي قوي ويستاهل، على عكس شانكل اللي جن جنونه وقال لهم يعني انا ضيعت فلوسي ووقتي وفي الاخر طلع فيستك. لا انا هوريكم بقى مين هو شانكل ابن شناكل، انزل ياض انت وهي القبيضة. وقفل عليهم هو المساعد بتاعه، بس المساعد ساب لهم حتة الحديدة من غير ما حد ما ياخد باله، وقام هيب شانكل والمساعد بتاعه، بس المساعد بتاعه سبقه وهيب بالميكب لوحده وسابه. وبقى ألان وليلي لوحدهم في القبر، وليلي اعترفت بقى لألان انها كانت فاكياه انه تافه، بس هو طلع راجل بجد وانه خاطي بحياته اكتر من مرة كمان عشانها، وان نيايتها قابلته من بدي وعرفته على حقيقته بدل ما هي قابلته وهما بيموتوا. بس اكتشفت الحديدة اللي سابها لهم المساعد، وقدروا انهم يطلعوا نفسهم من القبر، وكان خلاص البركان هينفجر، وما كانش قدامهم حل تاني غير انهم ينطوا في المحيط، وزي ما تيجي تيجي بقى. ونطوا في المحيط فعلا، وطلعوا على البي التاني بامان وسلامه. ومش بس كده، ده صاحبتها جت وانقذتها كمان، وقدروا كمان انهم يقبضوا على شانكل ابن شناكل. وقامت ليلي كتبت القصه دي بجد بقى، وبقت دي القصه الحقيقيه عن المدينه الضائعه. وبيخلص الفيلم على كده. فلو عجبك الفيديو منساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتعمل كومنت عشان اكمل، ولو ما عجبكش الفيديو منساش تعمل ديسلايك وشير وسبسكرايب برده، بس تعمل كومنت عشان ابطل.